بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا النهاردة عن ايه الخطوات اللي احنا مفروض نعملها قبل ما نبدأ نضيف ريسورسز. عندنا ثلاث خطوات. اول حاجة عاوزين نحدد الكرنسي اللي احنا هنشتغل عليها. رقم اتنين عاوزين نحدد اليونتس للليبر والنون ليبر، هنحط بالدي بالاور بالويك. النقطة رقم تلاتة عاوزين نحدد او نحط اليونتس اللي احنا هنستخدمها للماتيريال. يبقى اول خطوة يا شباب نحط نضيف الماتيريال، نضيف الكرنسي. فبنيجي هنا على ادمن كرنسيز، بنلاقي ان البيس كرنت عندنا دولار، بنبدا نضيف العمله بتاعتنا اد اللي هي الايجيبشن باوند، رمزها اي جي بي والاسم ايجيبشن باوند. والرمز بتاعنا الاي ومعامل تحويلها للدولار 17 جنيه. مش معنى ان انا ضفت العمله يعني الاقي بره مثلا على بروجكتس من بره الاقي كل المشاريع البادجت كوست بتاعها بالدولار، لان انا لسه ما عملتش ديسبلاي للكرنسي دي. بعمل لها ديسبلاي من اديت يوزر بريفرنس، بطلب منه ان كل يو اس دولار ظاهر انا عاوز اظهره بالجنيه المصري. تمام، ممكن اظهر الديجيتس او اخفيها زي ما انا عاوز. يبقى يظهر كل الفلوس اللي موجودة تظهر بالجنيه المصري. دي اول خطوة محتاجين نعملها قبل ما نبدأ نضيف ريسورسز. تاني خطوة عندنا، احنا عارفين ان العمالة لما بنيجي نضيفها بعد كده هنيجي مثلا نعمل adding للريسورس، add resource steel fixer مثلا، بنلاقي عندنا احنا محتاجين 1 day per day او محتاجين 7 days 7 يوميات. طب الكلام ده تحدد ازاي؟ من edit user preference في time unit، في اليونت فورمات. هنا باي ديفولت يا جماعه اللي مسطب البريمافيرا اول مره هيلاقي دي اور، ولو هي اور بتبقى بالتالي 8 اورز بير داي او 56 اورز مان اور. طب لو انا هنا بالدي يبقى انا 1 داي 7 ايه دايز. هو انا قبل بس ما ابدا اعمل انبوتنج للداتا، لو انا جيت عملت انبوت 5 او كده، معنى كده دخلت 5 اشخاص في اليوم. مهم جدا ان انا اظبط هنا التايم يونت علشان لما اجي اعمل انبوت للداتا اعمله صح. مهم قوي اظبط اليونت فورمات قبل ما ابدا اضيف ريسورسز او اعمل اساين للريسورس. تمام كده يا شباب. طب تالت خطوه، انا هحتاج ان انا احط ماتيريال، والماتيريال ليها وحدات، والوحدات هنا في التايم يونت اقدر اضيف الوحدات اللي انا عاوزها. كل وحده هنا مش موجوده عندي اقدر اضيفها عشان لما اجي ابدا اعمل ادنج للريسورس واجي وانا بحط الماتيريال هنا الاقي ان انا الماتيريال هنا اقدر اختار اليونت اوف ميجر اللي انا عاوزه. تمام كده يا شباب. دول الثلاث حاجات اللي انا محتاج اعملهم قبل ما ابدا اضيف ريسورسز على البريمافيرا.